بعد إذا فجاءة أو قسم للا وكسر من بعد ف... بعد إذا فجاءة أو قسم للا ما بعده بوجهين. بسم الله الرحمن. قال بعد إذا الفجائية لك في إن الوجهان إن قدرتها مع مدخولها بجملة كسرتها، وإن قدرتها مع مدخولها بمغرد فتحتها. تقول خرجت فإذا إن زيدا واقف، التقدير فإذا الوقوف، تقول فإذا أن الوقوف مفرد، الوقوف حاصل، وتقول فإذا زيد بالباب جملة، إذا زيد واقف جملة. إذا قدرتها ما بعد إذا جملة كسرتها، وإذا قدرتها مفرد فتحتها. العلاقة بين الفتح والإفراد والكسر والجملة أن ومدخولها أن من قبيل المفرد، من قبيل المفرد تؤول بالمفرد. أول مفهوم أن أنزلنا، أول مفهوم إنزالنا، إنزالنا مفرد. وأحب أن تحضر، أحب حضورك، فنقول أن ومدخولها وأن ومدخولها من قبيل المفرد للجملة. هذا مثال واضح. ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة، من آيات رؤيتكم، ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون شرككم. وضع جاء بالوجهين قول الشاعر: لتقعدن مقعد القوم، قد كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القضاء والهازم، إذا أنه عبد القضاء قوي بوجهين. ونقوله بعد إذا فجاءة أو قسم إذا لا ما بعده، كذلك القسم أو قسم الصواب أن تضع قبلها أو فعل قسم يصلح بالفعل، يصلح بالفعل، ولن تأتي اللام في الخبر لك الوجه. تقول حلفت بالله أن زيدا عالم، حلفت بالله أن زيدا عالم، وإذا تصلح بالفعل تحكمه يحكم ما قيل لك أنس. لا 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 الكسر سواء جاءت اللام مثل حي المرتاب به إن في السماوات والأرض لآيات أو لم تأتي اللام من العصر الإنسان أو جاءت اللام والعصر الإنسان له خصيم حي المرتاب به إنا أنزلناه لم تأتي اللام. إذا لم نذكر الفعل فعل القسم ليس لنا إلا كسر إنا جاء في خبرها اللام أو للت. أما إذا صلحنا بالفعل فلنا الوجهان بشرط أن لا يقترن خبرها باللام، فإن اقترن خبرها باللام تعين كسر لأن لا تصحب خبرها المكسورة. بعد إذا القسم إلى ما بعده قال لتقعدن مقعد القصي من نية القادورة النقلية أو تحلفي، قال تحلفي لربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، إني أبو ذيالك الصبي روي بالوجه. إذا قلت أني تكون أنه ما دخلت عليه نصب بنصب الخبر التقدير بأني. أنا أقول لي بعد إذا فجاء قسم كذلك إذا كان إن بعد فاء الجزاء لك فيها الوجهان الكسر على تقدير ما بعد فاء الجملة والفتح على تقدير المفرد. قال من يأتني فأنه مكرم، أي فالإكرام مفرد أو فهو مكرم جملة جملة خبر. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، قالت ورش فإنه غفور رحيم. بعد ما تقول ولا يطردوا بنحو خير القول إني أحمد، خير القول إني أحمد فيها الوجهان، خير القول إني أحمد أو إني أحمد. ضابط المسألة أن تكون إن خبر عن قول والخبر عنها قول والقائل واحد، خير القول إني أحمد القول هو المبتدأ وإني خبر عنه وإني أخبر عن هذا القول وهو أحمد والقائل واحد. فإن اختلف القول الأول تعين فتح مثل خير العمل أني أحمد الله أو خير العمل أني أسعى في الخير. فإن اختلف القائل أو لم يكن خبرها قولا تعين كسر مثل قولي إن زيدا يحمد الله، اختلف القائل، أو قولي إني أصنع الخير، الخبر ليس قولا تعين في الوجهين الأخير الكسر. إذن ضابط المسألة أن تكون إن خبر عن قول والخبر عنها قول القائل واحد، يكون ذلك الوجهان. وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لمبتداء النحو إن لا ولا، تختص إن المكسورة عن بقية الباب أن اللام تسحب خبرها لمزيد التوكيد، فتقول إن زيدا عالم، فإذا أردت أن تؤكده قلت إن زيدا لعالم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اصحاب القريه اللي جاء المرسلون اذا صلنا الى المنذرين فكذبونا وارسلنا بهم وقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر منا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم مدبرون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون جاءت الامر هي حدث شخصا يثق في كلامه يقول هذا مطر نازل اذا كان يشم فقل ان مطر نازل اذا كان يكذب فقل ان مطر لا نازل أقول. وبعد ذلك الكسر تصحب الخبر لام ابتداء واصلها اصلها مؤخره من تقديم هي اصلها لام ابتداء تقول لزيد عالم اذا اردت لزيد اوكي جئت بان تركت الصدر لان واتيت بالله مؤخره مع الخبر وتسمى مزحلقه كره أن يجمع بين مؤكدين تقول لزيد عالم كره أن تقول إن لزيد عالم ترك الصدر لإن وجعل اللام مع الخبر ثم وزر أنا أقول وبعد ذلك الكسر تصحب الخبر اللام نحو إني لوزر إني لمجر ولا يليد اللام ما قد نفي ولا يليد اللام ما قد نفي لا يليد الفعل المنفي لا تقول إن زيدا لما يقوم إن زيدا لما يكتب ولا يليه لام ولا من الافعال ما كراضيه لا يليه الماضي المتصرف لا تقول ان زيدا لقام ان زيدا لكتب نقول ولا يليه لام ما قد نفي ولا من الافعال ما كراضيه وقد مفهومه الجامد لها ان زيدا لنعم الرجل ان زيدا لعسى ان يقوم يليه وقد يليها مع قد لان قد تقرب الماضي الى الحاضر إذا قلت قام زيد قد يكون قيامه قبل 100 سنة وقبل سنة وقبل دقائق لكن إذا قلت قد قام فأنا هذا أن قيامه قريب فقد تقرب الماضي إلى الحاضر ولذلك ساغ دخولها على الماضي الواقع خبر اليمن فتقول إن زيدا لقد قام وقد يليها مع قد كريم ماذا لقد سمعها العدام الصغير تصحب الواسطة مع من الخبر والفصل لا تصحب الخبر فقط تصحب غيره تصحب الواسطة ما الواسطة؟ قال معمول الخبر إن زيدا لكتابك قارئ بشرط صلاحيتها للدخول على الخبر إذا كان لا تدخل على الخبر لا تدخل على معموله من باب أولى تقول إن زيدا لكتابك قارئ لأنك تصل تقول إن زيدا لقارئ إن زيدا لكتابك يقرأ لأنك تصل تقول إن زيدا لا يقرأ وليس تقول إن زيدا لكتابك قرأ لأنك لا تصل تقول إن زيدا لقرأ أنا أقول ولا يلي وقام أصحاب الواسطة معهم ولا الخبر والفصل ما هو الفصل؟ الفصل ضمير منفصل عند البصرية حرف وعند الكوفية اسم سميه الكوفية عمادا واسم البصرية ضمير فصل إن هذا لهو القصص حقه وإن نحن صافون يصحبه الله كثيرا أصحاب الواسطة معهم والفصل يسميه الكوفية عمادا لأن السامع والمتكلم يعتمدان عليه في تعيين أن ما بعده خبر وليس أحدث يقول زيد العالم قد يقول للسامع أن زيدا مبتدأ والعالم خبره ويبقى العالم صفته ويبقى منتظر للخبر فإذا قلت زيد هو العالم والتعليم على منتظر شيء وسمى عمادا وسمى البصرية بصر وهو عندهم هو عندهم حرف وإن كان لفظه لفظ اسم فقال بعضهم هو اسم واحتجوا بقراءة بعضهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه قال أنت مبتدأ والرقيب خبره والجملة محل ورص خبر كل شيء ضمير الشأن وضمير القصر ضمير الشأن قال ضمير الشأن ضمير خرج على القياس العربي من خمسة أوجه أن مفسره جملة واقعة بعده ولا يعود على مذكوره ويلازم الإفراد ولا يعمل فيه إلا الابتداء ولا يتبع لا يعطاه عليه ولا يؤكد منه واتقي دعوة المظلوم فإنه ها عائد على أي شيء قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولا تعمل القلوب في الصدر يكون دائما بلفظ إفراد مذكرا بإضمار الشأن أو الحال أو مؤنثا بإضمار القصة قال القياس من خمسة أوجه لا يتبع لا يعطف عليه ولا يؤكد واسم الحل قبل وضمير الفصل يقع بين المثل والخبر
لا يقع إلا في هذا المكان، يقع بينهم في الأخير. زيد هو العاقل، أو إن زيد هو العاقل، اسمه هناك نصم كذا. أنت الرقيبة، يعني أنت تركيب الأمير المتصل. وأنت الضبع المتصل، يظل المتصل على الفصل يقع بين المبتدا والخبر. التاء مبتدا، التاء في كنت، مبتدا في الاصل. وبقي له خبر. هذا موقعها. هي قد تكون توكيد، لكن قرر انها حظ. وقال بعض الناس وحكى شيء قوي. ظننت زيدا، ظننت زيدا هو خير منك. هذا نص يستدل على الناس. وكان النص الاول وقال الاخر الشافعي. واسمن حل قبله الخبر. واسمن حل قبله الخبر. إن في الدار لا رجلا. إن في ذاك لا عبرة لمن يخشى. اسمن حل قبله الخبر.